السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. اليوم حبيت أسوي لكم تشريب دجاج أصفر، أتمنى يعجبكم. خلينا نبدأ بالمكونات. عندي هنا تقريبا دجاجة وربع، أنا غاسلتها وفركتها بالملح. عندي هنا بطاطا مقطعتها إلى أرباع طولية، حبتين بطاطا. عندي هنا علبة حمص أنا غاسلتها بالماء. أنا مرات أجهز الحمص يعني كامل، أجيبه يابس وأنقعه وأسلقه، بس هالمرة جبت علبة حمص حتى أراويكم أنه نقدر نسوي بالبدائل. وهذه عندي البهارات مكونة من ملعقة أكل ممسوحة فلفل أسود، وملعقة أكل ممسوحة كركم، ملعقة أكل ممسوحة بهارات دجاج، ملعقة أكل ممسوحة كاري، وقليل من الشطة يعني ذرات تقريبا ربع ملعقة شاي، ونومي بصرة حبتين. عندنا هنا بصل 2 حبات مقطعة وحبة مقطعة مفرومة ناعم. خلينا نبدأ وياكم بالطبخ على النار. راح أضيف كمية بسيطة من الزيت، كمية جدا بسيطة، وراح أشوح الدجاج. أنا أريد يكتسب شوية لون. انتظر دقائق وبعدين اقلبه على الوجه الثاني. اقلبه هنا باستمرار على مود ياخذ اللون اللي انا اريده، يعني تشويحه بسيطه. هسه اضيف البصل حتى يتشوه ويا الدجاج، وأقلبهم. انتظرهم شوية يتشوحون وبعدين أضيف البهارات. هسه أضيف البهارات كلها واستمر بالتقليب. هنا كلش ضروري هاي الخطوة، تنطي طعم كلش طيب للدجاج، يعني تسبك وتتكثف النكهات والريحة تطلع طيبة. راح اضيف هنا البطاطا، قطعتها 4 طولية اني. اقلبهم وبعدين اضيف الحمص. طبعا الحمص اختياري بس هو كلش طيب يطلع وياه، حتى البطاطا اختياري، لان كثير من الناس يسوون تشريب الدجاج بدون يعني حمص وبدون بطاطا، فانتوا براحتكم بعد يعني شلون ما يعجبكم سووا. راح اضيف الماي هسه راح اضيف الملح بعدين مو هسه، قريب ما يستوي، وراح اخليه على نار عاليه لمده 10 دقائق، وبعدين اهدره لمده ساعه 3/4 ساعه واقدمه لكم. شوفوا شلون بدها تغلي وتتسبك على النار. راح اضيف الملح رشه بسيطه، ما اريد اكثر، وراجعت لكم بعد ما تستوي. هنا هي خلاص استوت وثخنت، قوامها صار حلو، فراح اطفيها وأقدمها وياكم طبق التقديم. هذا هو أعزائي المشاهدين شكل الطبق، وأتمنى ينال رضاكم وإعجابكم. طبعا هذا التشريب الأصفر إحنا كلش نحبه بالبيت، فما أدري إذا يعجبكم إن شاء الله. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت الحلو. أشوفكم على خير وسلامة، باي.